السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين ديال عثمان. كما كتلاحظوا يوم الجنازة وصلنا 500 الليل، أجبرنا تقريبا كما كتشوفوا هذيك الحفرة راه تقريبا مغطاوها كاملة. من هذا المنبر كنشكر عمال ديال هاد التراكسات، كنشكرهم بزاف لأن حضرت واحد يومين من قبل وشفتهم كيفاش كيخدمو الطريقة اللي كيخدمو فيها. هاد اليوم هذا اللي كتشوفو دابا اللي كيجمرو تراب راه مبقاش طاو، الناس كلشي جا لحالو، بقاو مع غير العائلة بعضهم. وجميع أجناء الجميع نبقى نعدل الفيديو. السلام عليكم. الله يرحم جميع الموتى اخوان هالقبر ديال الريان، الله يرحمه الله يوسع عليه مثواه الجنة. صافي ريان راه بين اننا فينا المحبة وفينا إنسانية وفينا العاطفة ليقدر يجبد ريان. الله يرحمه والله يوسع عليه، وكنتمنى الكل اللي شاف القبر ديال ريان يترحم عليه. طائر من طيور الجنة يرقد هنا. شكرا ريان، شكرا ريان أنك خرجتي هذيك المحبة والعاطفة اللي كانت كاينة جميع الشعوب في العالم، وشكرا للجميع. بدات ولكن فين غنصيفطها لك؟
تيليفون ديالك؟ اه هي تبقى عندي صافي صورتك دابا الاخوان كما كتشوفوا هذا المنزل اللي كنصور دابا هو معرض الماني ولكن مولاه هو اللي كانت هاد الدار هادي الجهه اللي هنا كانوا كيصلوا فيها جماعه وبهاد الجهه كانوا ديك النساء اللي كيوجدوا الاكل اللي شفتوها في جميع الفيديوز راه كانوا ديك النساء هنايا اللي كانوا كيوجدوا الماكله ومهاد المنبر كنشكر هاد مول الدار انه حل الدار ديالو كان المسجد مجيد ليهن والطبخ وهاديك ديال الماكله كانوا كيصاوبوه هنايا الاخوان شكرا صاحب المنزل شكرا على التعاطف ديال سكان هاد المنطقه مع الطفل ريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتتبعين ديال عثمان معكم من منطقة شكرا اللي كيتوجد في هذاك البير اللي طاح فيه الابن ديالنا كاملين بينا ريان وكنتمنى جمعتكم لقطات بين البير اليوم البير مقبرة القبر ديال ريان سبحان الله كيعملوا الانسان ما جيب راه طلع واحد هذيك مزيان بزاف واخاهم سبحان الله عمهم او لا العالم كامل حب ريان يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى ما نقدرش نوصل لكم واخا بغيتوه كاملين بكم حسيت براسي انا بغيتو اكثر منكم انني في بغيتو يجي عندي ماشي في تحيه لجميع الاخوان وخليكم مع هذا الفيديو اقول لهم شكرا سكان اللي صورتكم فيه البارح واليوم وما كنا وصلنا في هذاك الليل ديال الخميس لهنا وسوق السبت بدري هبطنا من ديك العقبه هذيك راهي انا كتشدني الدوخه وما غير هذيك اللقطه الصغيره هذيك الرفه اللي كاين طللت فيها بانت غنطيح ما قدرتش نهود فيها الاخوان وهذاك الشباب اللي كنت جيت معاهم باب براد وهذيك بداو كيقولوا لي والتطواني والخواف والتطواني الخواف وسبحان الله العظيم جات لي واحد الجاعه وانا نستمر جيل الاول وهي تولي الطريق واضحه مع انني كنقول لكم اخواتي الخوف ماشي مزيان الخوف ما غير كيخوفك كما تشوف راه الطريق واضحه هذيك راهي هذيك الحمراء وهذيك انا خفت منها الاخوان المهم الاخوان انا في هذا الفيديو هذه صورتكم القبر ديال ريان وبزاف ديال الناس خصهم يشوفوا القبر ديال ريان وانا واحد منكم ومشيت صورته جا في واحد المكان جميل بزاف بزاف وكنتمنى ما توصلوا للقبر ديالو الاخوان كاملين ترحموا عليه وكانكم زرتوا القبر ديال ريان الناس ديال هذه المنطقه الاخوان من اطيب خلق الله كنظن نقرضوا ما الناس ديال هذه المنطقه الله عمرها سلعه شنو ما بغيتي تقول فيهم في الحسن المعامله في هذيك راه كاين فيهم راه يرحبوا بك يعملوك فوق راسهم ام الصبت كنت ما غير مزيان لا ترحب لا في المره اللي جازت جيت ولا في المره هذه خوتي المنطقه مزيونه بزاف بزاف وماشي شويه شكرا للاخوه اللي حضروا اللايف تاع البارح غنوصلكم اخواتي ما غير ديك الطلعه اللي كنت غنطلع فيها
اخواتي الفيديو بديت لكم هايدا، ولكن غيكون الاحداث ديال التصاور ديال الفيديو ديال البارح بالليل واليوم قبر ريان، وهذاك الموطع اللي كان محفور راه غطاوه تقريبا كامل. خواتي هذا هو الموطع اللي خفت انني نطلع فيه، وبداو كيتلهاو بيا كيقولوا لي اتيطواني الخواف، هو هذا الموطع هذا. والصراحة الله بالليل كان كيقول عقلي راه غنسطم غنهبط، ها مع انه سهل ولكن فيه التراب. ماما خواتي هذه المنطقة راه فيها الطفل المعجزة هو ريان، جعلنا نجو نزورو هذه المنطقة، وكنظن كنا غنعيشو حياتنا كاملة عمرنا ما نشوفو هذه المنطقة. وسبحان الله طفل ريان طفل معجزة جعلنا نجو. وشكرا وخليكم مع الأحداث الإخوان.